قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إنه يتعين على إسرائيل ألا تأمر سكان غزة بالانتقال إلى أماكن آمنة فحسب، بل يجب عليها أيضا أن تجعل ذلك ممكنا. وأعرب المتحدث عن المخاوف من أن الحرب ضد حركة حماس قد تمتد إلى جنوب غزة المكتظ بالنازحين، لافتا إلى أنه من المهم أن تتجنب إسرائيل سقوط ضحايا من المدنيين أو أن تلتزم بالقانون الإنساني، مضيفا أن الحكومة الألمانية تنقل هذه الرسالة في محادثاتها مع الشركاء الإسرائيليين. seinen Kern als starke Demokratie bewahren kann.